كان الكوفي كما تعرفون كان سلفيا صادقا ان شاء الله. ثم لما جاء السلسة بالحسن انجرف فيها، ثم استمر بهذا الانجراف الى درجة نسأل الله ان ينقذ المسلمين وينقذهم منها. وانا لا استطيع ان تحضروا في محاضرتي وفي دروسي حتى يتوب الى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه، فانه ممن اجد حسنة ابي الحسن وبارك الله فيه كرس جهوده فيها ورسخها، ومن اعماله في ترسيخ هذه الفتنه زيارته لهذه الجمعيه ودعوتهم اياها، كل ذلك انعام والله اعلم في الفتنه والابتعاد عن ربيع واخوانه بارك الله فيكم، بل عن المنهج السلفي. فان ابا الحسن وضع اصولا كثيره كلها باطله فلم يدن ابا الحسن منها شيئا ابو حاتم، ثم الان هو يزكي ويمدح ويثني على اهل البدع مع الاسف الشديد، وملبسه ملبس بارك الله فيه الافرنج انعانا في الانحراف. فنسال الله التوفيق ونساله ان يتوب علينا جميعا. امين. على كل حال استغنوا عنه وعن محاضراته حتى يتوب الى الله ويرجع المنهج السلفي.